السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ولاتي النبي المجتبى والامين المصطفى لصحابته الكرام ولبيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام. ما زلنا مع شبهات القوم في التبرك بعض الايام والليالي الازمنه، كما قلنا انهم يتبركون بالامكنه ايضا يتبركون بالازمنه. وهؤلاء لهم كثير من الشبهات التي يتمسكون بها، سواء كانت معتبرة بعض الشيء أم لا، لكنهم يعني يحاولون التأثير على الناس بهذه الشبهات التي يتمسكون بها. الأزمنة التي يتبركون بها من أعظم الأزمنة مكانة في التبرك بها، التبرك بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بليلة الإسراء والمعراج، ونحن قريب الآن على احتفال أيضا بدعي سيحدث لليلة 27 من شعبان، التبرك بذكرى الهجرة، إلى غير ذلك من التبركات التي يتمسكون بها. وهم في هذا الباب ما تراهم إلا أنهم يحتفلون ويجتمعون ويظهرون السرور والفرح في هذه الأزمنة، حتى نبين أن هذا الأمر أصلا خاص بالشريعة، وأن هذه المسألة مسألة ليست مباحة يعني على الأصل، أو أنها على ليس فيها تعبد. الاجتماع أولا، الاجتماع مع إظهار الفرح والسرور، هذا لا يمكن، هذا ثم المداومة من العود، هذا العيد الذي يتمسك به هؤلاء، يظهرون الفرح والسرور ويجتمعون في يوم واحد، يتعاملون بهذا أو يتعبدون لله بذلك. وطبعا ما يستطيعون أن يقولوا أنه ليس تعبدا لله جل في علاه. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي دخل على أهل المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، ما هذان اليومان تلعبون فيهما؟ فقالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فهو مستمر معنا الفرح والسرور في هذين اليومين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدكتور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله بيومين خير من هذين اليومين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم خيرا منهما بالأضحى والفطر. فالاجتماع وإظهار الفرح والسرور في زمن من الزمنات هذا عبادة، والأصل في العبادات لا تكون إلا بالتشريع. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وقد قال الله تعالى أيضا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الخلق والأمر، الأمر هو التشريع، فالتشريع من الله جل وعلا. والدلالة على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيدنا نحن أهل الإسلام. فلذلك قلنا بأن الأصل في ذلك أن الأعياد يكون فيها الاتباع لا الابتداع، وأن اتخاذ أيام معينة أو زمنات معينة أعياد هذا تشابه بأهل الكتاب أو تشابه بأهل الكتاب. فالذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى أعيادا أو اليهود، إنما العيد شريعة فيما شرع الله التبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منهم. وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاتا للنصارى في ميلاد عيسى، وإما محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، والله قد يثيبهم على هذه المحبة كما بينا قبل ذلك في كلام ابن تيمية. وكلام الإمام الدين تتي الدين الفاكهاني المالكي قال لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين. وحقيقة الأمر أول من اخترع هذا الباب وهذا العيد هم العبيديون، هذه الفئة الكافرة التي سطت على مصر مدة من الزمن حتى أجلاها الله جل وعلا بصلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فالذين يحتفلون بذلك يوم حين ليلة المولد النبوي لم يكن لهم سلف في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن التابعين، ولا عن تابعي التابعين، بل ولا عن قرون الخيرية الثلاثة الأولى في هذا الباب. ولذلك ما كان هذا الأمر إلا بعد القرن الرابع، يعني ما ظهر كل ذلك إلا بعد القرن
الرابع. والحقيقة أن لو ترى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو قل ليلة الإسراء والمعراج ما في ولا دليل يثبت تحديد اليوم، حتى يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه على أقوال سبعة، فما ما في ولا دليل يثبت اليوم الذي كان فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان فيه الإسراء والمعراج. للقوم أدلة أو شبه يتمسكون بها للاحتفال بالمولد النبوي، وده عندهم هو أعظم الزمانات التي يتمسكون به احتفال. أولا قالوا يعني احتفال المولد النبوي، قالوا أو أول شيء تكلموا فيه قالوا هذا حب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعظيم لمولده، ونحن لا نفعل شيء غير أننا نقرأ السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنبين الناس في هذا الباب، نبين الناس للناس السيرة النبوية ويقتدون بالنبي ويأتسون ويزدادون حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا على ذلك بكثير من المسائل. المسألة الأولى في هذا الباب هو قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قالوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يفرحون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير مما يجمعون. شوف انظر تحريف تتائر هنا، يتمسكون بالكتاب، وإذا نظرت إلى التفسير أو التأويل الذي يسلون عليه لا تجد ولا كلمة نطق بها السلف الصالح أو نقلت عن أهل التفسير الذين عمد الباب. وأيضا هم يستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على يوم الاثنين فيه ولدت وفيه أنزل علي. قالوا إن صام فرحا بيوم ولادته فيه ولدت، فيتمسكون بذلك أيضا كأنه دليل من الأدلة التي يتمسكون بها. واستدلوا أيضا بما في صلاة الإنسان في بيت لحم، لما قال له في بيت لحم ولد عيسى فذهب فصلى في المكان تبركا. عجب المولد. قالوا هذه فيها دلالة أيضا أننا نتبرك بذلك وأن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشبه التي يتمسكون بها أن النبي عق عن نفسه، مع أن جده عبد المطلب قد عق عنه، وما ذاك إلا إظهارا لشكر الله على النعمة، نعمة إيجاده. القوم يغفلون أنفسهم، مش يغفلون الناس، القوم في حقيقة الأمر يغفلون أنفسهم لا يغفلون الناس. أقول إخوتي الكرام في أول ما استدلوا به، قبل هذا الاستدلال نبين أن هذه المسألة تعبدية. الأصل أول شيء في هذا الباب أن هذا التشريع، والتشريع لابد له من تدليل. العموم قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك أنا أقول ائتوني بإذن الله في على ما تفعل ما لم يأذن به الله، ألا له الخلق والأمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأعياد هي تعبدية. ومعنى تعبدية، لما نقول بنكرر العيد تعبدي، لما نكرر بذلك؟ لأن لو قلت تعبدي يبقى لابد أن يكون إيش؟ توقيفي. يبقى لابد أن يكون توقيفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام أعيادنا أهل الإسلام، أيام عيدنا أهل الإسلام. بيّن أن العيد لابد أن يكون توقيفي. والذي يدل أيضا على ذلك فعل النبي على أنه أنكر على الاجتماع وإظهار الفرح والسرور بدون دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان يومان تلعبون فيهما؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. دل ذلك على الاجتماع وإظهار الفرح والسرور ومعاودة ذلك، أن هذا لا يكون إلا عن تعبد في هذا الباب. فنحن نطالبهم بعد ذلك بالأدلة التي يتمسكون بها، إن صحت أخذنا به وعملنا به، وإلا إن لم تصح فلا يمكن أن نعمل به. أنا أقول لهم الآن: الذي فعلتموه فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طب أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فعله الصحابة؟ لا. فعله التابعون؟ لا. فعله أئمة الهدى من الأئمة الأربعة؟ لا. يبقى أقول الخلايا بأسرها: ما أحد فعل ذلك، من أين أتيتم بهذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ لأنهم سيخرجون عن النص ويقولون: طب دي من العادات، ليس من العادات، من العادات. يعني يقولون يعني احنا بنفعل ذلك احتفالا به كما احتفل النصارى بإيه؟ بعيسى. قلنا: سبحان ربي العظيم، أنتم تقيسون على احتفال بعيسى، أوقعتم أنفسكم في الهلكة. لما؟ لأنه دي دلالة أنكم تتبعون سنة الذين من قبلكم، وهذا نهي فيه جاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن
سنة الذين من قبلكم شبرا شبرا بشبرا ضاع مضلع حتى دخلوا جحر ضب دخلتموه. في رواية وأن وجد من ينكح أمه، وجد في هذه الأمة من ينكح أمه. وقال نزلنا لا تتبعون سنة الذين من قبلكم، هذا إنكار ليس إقرار، هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق أن نقول بأن هذه مضاهاة، مضاهاة لأهل الكتاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم حشر معه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا. شوف فضيلة الوحيين تقول عقيدة سليمة وعمل قليل خير من ألف عبادة في بدعة مضلة. كلام يوزن بالألماس مش بالذهب، كلام يوزن بالألماس مش بالذهب. عقيدة سليمة عمل قليل خير من ألف عبادة في بدعة مضلة. وثلاث تربع الذين نعيش معهم يستهينون بمسائل البدعة ويقولون تتشددون على ذلك، لما نتشدد؟ لأن هذا هدم دين، هدم دين. كلما تفقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصريحا على الحديث كالشمس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهر في قوم البدعة فلم ينكروها، فلم ينكروها ولا ينكرونها إلا رفع الله من بينهم السنة. وعيد برفع السنة. طب إذا رفع السنة إيه اللي هيتبقى؟ أصلا قال اتركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله سنة. يعني أصلا إذا ترفعت السنة ما الذي سيتبقى؟ فين طوق النجاة؟ أصلا السنة هي النجاة أصلا. فلو رفع السنة فكل بدعة تظهر وترفع السنة. ولذلك لابد، أنا بتكلم حتى في هذه المسائل، كنت بتكلم كان في حلقة مع الأخ عم فيه بتكلم على التنجيم، فقلت له يجب حتى على ولاة الأمور منع هؤلاء القوم من الظهور. أما واحد تقول بكرة يحصل كذا وناس صدقتها، ما نعم قالوا واقعا، قالت فلان هيطلق فلانا وهو طلقها فعلا واختبرهم الله فتنهم الله بقى بذلك. بقى عوام الناس ما الذي يحدث فيه؟ إن صدقوا إن في حد يعلم الغيب غير الله جل في علاه كفروا خرجوا من الملة. قال فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. المسألة ليست بالهنا. لذلك نقول في هذا الباب أنه كلما ظهر صاحب بدعة فأظهر بدعته ولم يجد من يدفع هذه البدعة ويفندها ويسقطها إلا سحب الله منهم السنة. وطبعا كل سحب سنة معناها سحب إيش؟ توفيق. سحب سنة معناها تهديد بالعقاب. سحب سنة معناها تضييع الدين. هذه سنة ما رغم عن سنة فليس منه، ما خلاص تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة هذه أدلة تثبت حرمة التحديد، سواء بقى مولد نبوي سواء عيد الميلاد سواء عيد الأم عيد الفلاح. التحديد والاجتماع مع إظهار فرح والسرور في هذا التحديد، يبقى إذن لابد أن نقول إيش؟ لابد أن نقول أن هذه بدعة، بدعة كما أشار الإمام البخاري أن التخصيص لازمه البدعة، التخصيص لازمه البدعة. الأول الاستدلال الشبهة التي عندهم، إحنا بينا الأدلة الآن في هذا الباب، نقول لهم ائتونا بما 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 يدل على ما فعلته. هل فعله الأخيار؟ هل فعله النبي؟ هل أقره النبي؟ هل فعله أبو بكر عمر عثمان علي؟ هل فعله سعيد بن مسيب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؟ هل فعله عطاء بن يسار سلم بن عبد الله؟ أبدا. هل فعله وكيع الجراح؟ هل فعله سفيان بن عيينة؟ هل فعله ابن جريج؟ لا. هل فعله الشافعي؟ هل فعله أبو حنيفة؟ هل فعله مالك؟ هل فعله لا. من أين أتيتم أنتم بذلك؟ أدي أول شيء بالنسبة له. قالوا طب والدليل الذي عندنا فقول بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعوا. قالوا احتلوا لهم المولد تعبير عن الفرح والسرور لما من الله علينا بالنبي الكريم، يعني يفرحوا بالنبي. طب أنا أريد واحد بس من السلف قال بهذا التفسير، أو من الخلف أتى بالأدلة على أن قوله قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعوا. أريد واحد بس يقول بأنها ناس على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نفند هذا الكلام ونتنزل معه ونقول طب نزلت النبي. اول شيء نقول ان الصحيح في ذلك قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا بالاسلام، يفرحوا بالاسلام. وبعضهم بعض المفسرين قال يفرحوا بايش؟ بالقران. يعني يا بالاسلام يا بالقران، ما احد قال بالنبي صلى الله عليه وسلم. اوحينا اليك روحا من امرنا. نعم كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا. فانا اقول لهم الان المساله السياق حاكم في هذا الباب. فهذا تفسير، لا لو قلتم ان التفسير هنا قل فضل الله برحمته بذلك فليفرحوا وخير من المجموع هو النبي صلى الله عليه وسلم، تنزلنا معه، تنزلنا وقلنا بانه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو الذي تفرحون به انت الان، اذا ستفرح به عباده ولا تفرح به عاده؟
تفرح بها ابدا. من امر جاء هنا هنا الكاف سياق هو الان احنا بنتنزل بنقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى انت الفرح هنا من الله جل وعلا اعطاك اياه لما منحك اياه. يبقى الفرح هنا فرح ايش؟ عباد. نريد منك الدليل على ان طريقه الفرح بالنبي على ما تفعل. احنا تنزلنا هو الان ان الذي يفرح به هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح ولا لا؟ والحقيقه انه النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين. فان قلنا هو الذي نفرح به اذا ائتونا بالدليل على ان الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ما تفعلون. لاننا تنزلنا معكم وقلنا ان المقصود به هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد ابو بكر علم ذلك، عثمان علم ذلك، علي علم. الصحابه علموا ذلك، علموا ان النبي هو المفرح به. يبقى اذا ننظر كيف فرحوا بالنبي حتى نفرح مثله. مش قال فان امنوا فقد مثل ما امنتم به فقد اهتدوا فاتونا بالدليل. ما عندهم ولا شيء، ما عندهم ولا شيء. فلم ينقل عن السلف بحال من الاحوال في هذا الباب على ما قالوا انه لمحمد صلى الله عليه وسلم. بل الجليل الطبري يقول الله تعالى في الايه، تفسير الايه، يقول الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بك وبما انزل اليك من عند ربك بفضل الله ايها الناس الذي تفضل به عليكم وهو الاسلام. ده الجليل. فبيانه لكم الرسول ودعاكم اليه وبرحمته التي رحمكم بها فانزل عليكم فعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابي ووصاكم بها معالم دينكم. لذلك قال: وهذا القران. لذلك قال: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالحقيقه هنا الفضل هنا يقال اما الاسلام او يقال القران او يقال الرحمه. فهذا الذي يفرح به وليس الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول بذلك احد. لو تنزلنا معكم انها في النبي لم يقل بذلك احد. ولو قلنا بانها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم نطالبكم بالدليل على وجه الفرح الذي تعملونه بالشوادر وجمع الناس والشربطات والموسيقى والكمان وتكلمون بالمديح الذي فيه الغلو بالنبي الامين صلى الله عليه وسلم. ائتونا بدليل على ذلك. فانتم بذلك اوقعتم انفسكم في كل وحي. الاصل انه ليس معكم دليل وان الايه ليست دليلا على ذلك. فلو تنزلنا معكم مع التعسف انها دليل على ذلك ايضا اوقعتم انفسكم. اذا تعبدتم لا بفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ائتونا بالدليل على هذا الفرح بهذه الهيئه التي تفعلونها. يقول الهيئه ليست تعبديه. قلنا لو ليست تعبديه يبقى المساله ليست من اصلها فيها التعبد بذلك، لانه ما من تعبد الا نزل به الكتاب يبين لنا ما فيه الهيئه التعبديه او الهيئه غير التعبديه. ولذلك نقول بان الايه انهم يفرحون بالاسلام، يفرحون بالاسلام، ولان الله تعالى جعل الاسلام ناسخا لكل ما هو شريعه الاسلام، ناسخا لجميع الشرائع. والاسلام هو دين الانبياء جميعا، دين الانبياء جميعا. قال: توفني مسلما والحقني بالصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الانبياء اخوه لعل الدين واحد وشرائعهم شتى. والحقيقه اننا نقول اذا ذكرنا ما ذكرتم سنقول ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم الفرح به يعني قد يكون له الوان انتم لا تفهمونها نفهمونكم اياها، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احيا سنتي فقد احبني. حيث في اسنادي بعض الكلام: من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني فهو معي في الجنه. ففرح الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع السنه، ولان الفرح بذلك فرح بمحبه الله جل وعلا. قد قال الله في الكتاب: قل ان كنتم تحبون الله علامه ذلك ايش؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيكون هنا في هذا الباب مساله الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم يطبق عمليا بمساله شده الاتباع مع قوه التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير. لذلك الصحابه الذين هم اعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم افرح الناس به لم يفعلوا ما فعلتم، ولكنهم فعلوا الثانية بأنهم اجتهدوا في اتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مسعود في بعيد يسمع النبي يقول اجلسوا فيجلس، مسعود يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: ما الذي أجلس؟ قال: سمعت قلت اجلسوا فجلست. ما في، وكل واحد منهم يقول للآخر: لا أساكنك في مكان، أقول لك قال رسول الله وأنت لا تفعل ما أقول. لما قال معاوية قال رسول الله يقول يعني قد مضى ما تعلم، قال: والله لا أساكنك في مكان، أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الفضة بالذهب حتى تفصل وتقول لي العلم الذي أي علم. فترك وذهب العمر الخطاب. قال: لا خير في بلد. لما قال له ذلك قال: لا خير في بلد لست فيها. ثم بعث إلى معاوية قال: لا إمرة لك عليه، لا إمرة لك عليه، وتطيعه فيما يقول.
وقد قلنا بأن اليوم حتى الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم غير معروف، غير معروف. العجب من الشبهة الثانية مسكونا يقولون قد احتفل النبي بمولده، لأن الإنسان قال في اليوم، اليوم اللي هو يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه فأنا أصوم. قالوا صام واحتفال، قلنا ممتاز، خلينا بقى فيها. معنى هذا لم يقل به أحد، ما في أحد قال بهذا الكلام، الكلام ده في المتأخرين مش المتقدمين. يعني اللي هم بيقولون الاحتفال باليوم بيوم النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فيه، هذا ليس بكلام المتقدمين. نعم. بحال محوال هذا كلام قاله المتأخرين تمشيا مع البدع، وهذا كلام خطأ أصلا، خطأ من أصل. لكننا نقول، نقول الآن أنتم ماذا تقولون؟ إن سيقول اليوم الاثنين هذا اليوم معظم، فيه أمور من الأمور ترفع الأعمال، هذا يوم معظم لذلك، فيه أمور ترفع فيه الأعمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله جل وعلا يقول انظر هذين حتى يصطلحا، لا ترفع أعمالهما عن المتشاحنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه، صامه تعظيم. أنتم قلتم فرحا، طيب ممتاز مفرحا. احنا نقول لكم الان الدليل معكم، وان الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني على في يوم المولد هو نفسه احتفل. نقول اذا تعال الاحتفال، هنرجع للقاعده الاولى، الاحتفال تعبد ولا مش تعبد؟ هو دي النقطه، فيصلت المساله عندنا في ذلك، تعبد ام لا يلزم ان يقول تعبد؟ نقول تعال التعبد لابد له من توقيف، والتوقيف قد جاء بالنبي ايه صام. انت احتفل كل مش في عام بقى، في العام تاخد يوم وتاخد لي، بحتفل كل اسبوع، احتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل اسبوع ماذا تفعل؟ تصوم، تصوم، تصوم تعبد، ها هو فرحك، هو فرحك صحيح في هذا الباب. ما انت فعل ما فعله النبي، ذاك يوم ولدت فيه او الفرح فيه بالصيام، صوم فرحا. واحد سالك تقول له الاعمال ترفع وانا اصوم فرحا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. العكس اللي بيعمله مش كده بس، جعلوها يوم واحد، يوم اثنين واحد بس. يعني فاهم انت؟ شوف المصيبه، يوم اثنين واحد بس، مش جنس يوم الاثنين. هم مش بيستنوا للدليل ده، شفنا على الصيام يعني. لا ما ما بقول لحضرتك، هم بياكلوا اصلا. هو اتكلم على يوم، ما اتكلمش على دليل، هو ده بيتكلم فيه. فانا جاي عم بتكلم طول حياته، انا بقول له خلي الجنس بقى للاثنين، ما تجيش كل عام تقول لي ولد يوم الاثنين في الربيع الاول. ما اتكلمش على دليل، يعموه اغبياء سفهاء، والله والله سفهاء في هذا الباب. يعني ما عندهم اصلا التقصير العلمي الصحيح الذي يجعلهم يستطيعون القيام مع السنه. يعني اذا وقف رجل صلب بالسنن عندهم ينهارون، ينهارون، ما عندهم شيء. وده تجرع على الله والله، لان البدع المشكله انهم لا يفهمون البدع تهدم دين كامل، البدع. والان دلوقتي انت انظر بقى، منكرات في الاحتفال، منكرات بعد الاحتفال، منكرات قبل الاحتفال، كأن النبي ما لا يذكر إلا في اليوم ده، مطوحة ومطوحة، فاهم؟ مطوحة قلة أدب، وبعد شربطات والكمان بقى، ورجل الكبير بقى، المرجحة الكبير جالس بقى عمال عمال يدندن معاهم ويديهم الأوامر إنهم ده. هذا هو، هذا هو. وبعد كده نقول له النبي فين يا، فين النبي يا أستاذ، فين النبي من العمل عندك، فين النبي؟ وتلات أرباع اللي هم بيحتفلوا كلهم مخالفين السنة، تلات أرباع اللي بيحتفلوا كلهم مخالفين السنة، مفيش سنة عاملينها في هذا الباب. ده هجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، هجوم على النبي، مش احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يحضر مثل هذا المقام يعني اصلا؟ ده كان ها النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذا المقام من كرايش؟ لا لو 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 حدث، لو حدث نعم يقال لهم ذلك. يعني انتم لما تحتفلون كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، هيجي بالكمان وانتم جالسين مخالفين لكل السنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجالسين هكذا اجلس معكم في هذا الباب؟ المساله عظيمه شيخ، المساله عظيمه. فحقيقه الحديث عليهم ليس لهم. احنا قلنا لهم لو كان، طب احتفل يبقى انت هنا بجنس الاثنين، يبقى كل اسبوع تحتفل، كل اسبوع لك يوم في الاسبوع تحتفل به بانه يوم ولد فيه. طبعا هنا احنا بنقول الناس ده مش احتفال، احنا نتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذاك يوم ايش ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه، فيكون الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الشبهه الثالثه التي عندهم في هذه المساله، طبعا احنا لابد ان نفهم شيئا اخر ايضا، وهو انه ليس كل يوم عظم ان تكون له عباده خاصه او يكون له احتفال خاص، ماشي. وكم وكم من ايام عظمت حصل في حصل لها لازمها عباده، وايام عظمت ولم يلزمها عباده. هذا لما قلنا ليه الناس مش عبادة، لو قلنا بتصحيح الحديث، حديث ضعيف اصلا، لو قلنا بكثره الطرق كما قال الالباني يحسن
وأن الله يطلع على عباده لكن اسمه شعبان، فيغفر الجميع إلا كافر مشرك أو مشاحن. طيب، طب هذه الليلة من كبراء المسلمين كان يقول قم هذا هذه الليلة، تصدق، افعل طاعة في هذه. فلما عرضت أنا وقلت له بأدب يعني، قلت له لما تقول ذلك؟ قال هذه ليلة مباركة وفيها المغفرة ويطلع الله. قلت له لا يلزم من ذلك أي عبادة، لا يلزم. الجمعة خير أيام العيد وهي معظمة جدا عندنا، ونسأل نهى عن تخصيص عبادة لها، نهى عن إفرادها بصيام، وأيضا نهى عن ليلتها بقيام، نهى عن ذلك. فالفضل لا يستلزم عبادة، المسألة توقفية. وعندنا في فضل عشراء، في فضل عرفة، في فضل، ففضل فلزمه عبادة شرعها الله. فعشراء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شكرا، قال نحن أولى به، لا نحن أولى بموسى. عشان بقى نقول لهم إن هذه المسألة كانت تشريع أصلا، النبي كان يصوم عشراء في مكة قبل أن ننزل المدينة، فزادت المسألة بإيه؟ نحن أولى بموسى منكم. وعرفة قال هذا خير أيام السنة، ماشي. ففي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لغير الحاج أن يكون إيه؟ أن يكون صائم. فاحنا نقول القاعدة لا يستلزم من بروز الفضل، من إظهار الفضل، أن تختص بعبادة وأن تخص بعبادة. فلذلك قلنا يوم الاثنين لو كان فيه تخصيص عبادة هو الصلاة. قال فذلك يوم ولدت فيه وعشت فيه فأنا أصوم. فخصه بعبادة الصوم لا بما يفعلون من الشوادر وما اخترعوه. الشبهة الثالثة عندهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له وهو في الإسراء هذا المكان الذي يولد فيه عيسى بيت لحم، قالوا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى متبركا. طب فين؟ طب ده تبرك، جبتوا منين الاحتفال؟ قال ما ده احتفال، يعني احتفى بمولد عيسى عليه السلام. والله أخشى عليهم، والله يتهموا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفر هذا. والله طبعا هذا الحديث أصلا لم يصح أصلا، يعني هذا الحديث لم يصح، فلا تتبع الأحكام، لأن القاعدة الأحكام مفرع على التصحيح، فما بالك بقى المعتقدات. فهذا لم يصح، هذا أول شيء لم يصح. وعن هنا أيضا حتى لو تكلمنا في هذا، إحنا بنتكلم هذا التبرك بمكان، ماله مال الاحتفال، ماله مال الاحتفال، كيف قفزتم به إلى الاحتفال؟ شبه الرابعة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عشراء شكرا لله على نجاة موسى. فطبعا يسألون ذلك يقولون ما هو لا، صام شكرا. هيرجع المسألة رد عليه من ثلاث وجوه. الوجه الأول، طب ممتاز، هو صام شكرا ليه؟ قام بعبادة شكرا ليلة موسى، صح كده؟ قوم انت كمان بالعبادة، هي عبادة الصوم. ما هو قال أنا صمت في اليوم الذي ولدت فيه، فصوموا، قوموا بالعبادة، صوموا. وهذا ما تجد أحدا يقول بحال من أحوال، رضي الله عنك أحمد. الأمر الثاني، نحن نقول أصلا عشراء الصيام فيه إيش؟ جاء بالتشريع، النبي هو الذي شرع ذلك، بل فرض صوم عشراء على الخلاف بالفقه بالعلماء، فرضه، وبعد ذلك جاء رمضان فنسخ الفرضية إلى الاستحباب. فهنا فعل النبي هو الذي نرجع إليه، عندنا دليل على مسألة الصوم فيها. وإذا أردت أن تقيس فنقول العبادات لا قياس فيها، ولو قلنا بالقياس على القول الشافعية يبقى وجب عليك أن تبين لنا تمكين العلة. هنا فين العلة؟ فين العلة؟ قول على شكر الله، قلنا ممتاز، انطبق الوصف، فالعلة شكر الله فصوم مش بالشواكر. رجعت لإيه؟ ليوم الاثنين، رجعت ليوم الاثنين على الأثر في هذا الباب. استدلوا أيضا بأن أبا طالب عق عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عق عن نفسه. قرأ عبد الرزاق في مصنف عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بعث بالنبوة. ومن طريق رواه البيهقي في السنة الكبرى قال عبد الرزاق إنما ترك عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث. قال فقيه وقد روي من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء. أولا إسناده في عبد الله بن محرر هو منكر الحديث، والأحكام فرع التصحيح. قال حافظ بن حجر في التهذيب قال حمدان الوراق عن أحمد ترك الناس حديث عبد الله بن محرر. قال معاذ بن صالح عن ابن معين ضعيف. قال الدارمي عن ابن معين ليس بثقة. قال ابن معين الفضل بن دكين ما نصنع بحديث وهو ضعيف. قال عمرو بن علي أبو حاتم علي بن جنيد الدرقطني
متروك الحديث، وهذا شدة في النقارة، متروك الحديث. وقال سعيد وقال مرة ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وحاتم قال أبو حاتم منكر الحديث، ترك حديث ابن المبارك. قال الجوزجاني هالك، وقال أبو زرع ضعيف الحديث. فالحقيقة قال نووي الحديث باطل، عبد المحرم ضعيف متفق على ضعفه. قال زي بعد في الميزان بعد ما ذكر أقوال العلم في عبد المحرم، قال من بلاياه ما روى عن قتادة عن أنس أن سلم عق عن نفسي بعد هذا، بيقول ضمن الرزايا والبلايا التي ابتلينا بها منه. وقد روى الطبراني في الأوسط حدثنا أحمد قال حدثنا الهيثم قال حدثنا عبد الله عن سلمة عن أنس أن سلم عق عن نفسي بعدما بعث نبيا. وهذا الطريق غير طريق عبد المحرم لكنه أيضا باطل. فالحديث ضعيف، ورجل ذلك على فرض الصحة في هذا الباب. ما الدلالة على الاحتفال؟ عق عن نفسي تعبدا، ما الدلالة على الاحتفال؟ هذه شبهة خمسة عندهم في هذا الباب، نقف عندها ونقول الخلاصة لا يجوز للإنسان أن يظهر فرحا وسرورا معاودا وأن يجمع الناس عليه إلا بتوقيف إلا بدلالة. عيد الأم، عيد الميلاد، عيد أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، عيد الإسراء، عيد أي عيد في هذا الباب، نقول له لك أمر. الأمر الأول الأعياد توقفية، الأعياد تعبدية توقفية، فأتينا بالدليل على أن هذا عيد. والأمر الثاني الهيئات تعبدية، فأتينا بالدليل على الهيئة التي تفرح بها وتظهر السرور فيها في هذا الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا العيد من العود الاستمرار، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيدنا أهل الإسلام. وبهذا كنوا قد فندنا شبهاتهم، يبقى لهم بعض الشبهات الأخرى الضعيفة ننتهي منها في ليلة الإسراء وأيضا في غيرها حتى ننتهي من كلية الكلام عن توحيد الإلهية. وبذلك نحن وصلنا إلى آخر الكلام فيه بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يجعل ذلك فصل وجه الله الكريم، ونرجع من الله صالحة وجعل الوجه خالصة ولا تجعل أحد بها شيء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.